مالك يا بنتي؟ مكشرة ليه كده؟ ما تفكيها بقى. هقول لك فلسنا يا عزت، فلسنا. ماشي، ما انت قلتيها قبل كده وانا قلت لك سمعت عادي، يعني ايه المشكلة؟ انت هتجنني؟ هو ايه ده اللي عادي؟ يا حبيبة قلبي تقولي لي أكره إيه في حياتي؟ أقول لك رد فعل الستات بيبقى أوفر قوي. يعني مش معنى إن باباكي بيعدي بأزمة يبقى الدنيا خربت. حبيبتي رجال الأعمال زي باباكي دول بيبقوا دايماً عندهم حل بس مستخبي. ممكن بقى تفهمني بالراحة كده؟ لأن أنا حاسة كده إن إحنا داخلين على مصيبة. أقول لك أنا، باباكي مش قليل في السوق، باباكي له اسمه وعايش بسمعته، يعني ممكن يقوم الشركة تاني من غير ولا مليم، بسمعته بس. بعدين بس هو تلاقيه متخبط شوية والدنيا مقلوبة في دماغه عشان في بداية الأزمة. أنا بحس كده وأنا بسمعك إن أنا بتفرج على برنامج في التلفزيون مثلا. أنت بتريقي يعني؟ على فكرة أنا بتكلم صح. عزت، أنا عايزة أسألك سؤال. اتفضلي. أنا عارفة يعني إن هو السؤال أهبل وساذج، بس هسأله لك بقى وأمري لله. ما بتخلصي يا شاهد. عزت، هو أنت بتحبني بجد يعني؟ ولا علشان بابا غني؟ قصدي يعني كان غني. عشان بحب فلوس ابوك؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ايه يا بنتي اللي انت بتقوليه ده؟ وانا احبك عشان فلوس ابوك يا عبيطه؟ انت شحات يا ابني اصلا. ماشي، شحات شحات. تقصدي تقولي ان انا لسه في بدايه الطريق. وبعدين دوري على باباكي قبل ما يكون مليونير كان ايه؟ عشان تعرفي بقى ان عزت جاي وجاي بشده وله مستقبل جامد كمان. اضحك اضحك.